جميع ساعد تاريخ ساعد أفراد دورية جاهزون سارح جميع سارح إذا إعطاء تعليمات فيما يخص مهمة خارجية متمثلة في وضع نقاط نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 45 وبالضبط المكان المسمى غزال، وذلك باستعمال الوسائل المموهة. تعليمات خاصة بأفراد السد، احترام مستعملي الطريق واللباقة أثناء التعامل معهم، توقيف مستعملي الطريق بإشارات نظامية وقانونية وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية. ثالثا طلب وثائق السيارات الوثائق الإدارية من مستعملي الطريق بطريقة لبقة وبإلقاء التحية النظامية والتأكد من المخالفة. ثالثا إبلاغ مستعملي الطريق عن المخالفات عن المخالفة المرتكبة وكذا الإجراءات المترتبة عنها، سواء بالسحب الفوري لرخصة السياقة أو بالسحب لمدة 10 أيام أفراد الدورية المموهة. أثناء السير احترام قانون المرور ووضع المركبات في طريقة آمنة بأخذ جميع احتياطات الأمنية، التأكد من المخالف ومن السيارة ورقم التسجيل قبل رفع المخالفة. ثالثا التركيز على المخالفات المنصوصة في اللائحة التنظيمية الصادرة عن السيد اللواء قائد الدرك الوطني والمتمثلة في أولا المناورات الخطيرة، ثانيا التجاوز الخطير، ثالثا التجاوز على اليمين، رابعا الاستعمال اليدوي الهاتف النقال، خامسا عدم شد حزام الأمان. جميع ساعد التصرف. نحو المركبات حول.
في إطار الجهود المبذولة من طرف القيادة للتقليل من ظاهرة حوادث المرور، تم وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك يعتمد أساسا على العمل بالسيارات المموهة وكذلك الدراجات النارية المموهة. هذا العمل موجه أساسا لمحاور الطرق الوطنية التي تشهد حركة مرور كثيفة وسجلت بها حوادث مرور مميتة وجسمانية. أغلبية المحاور عندنا طريق الوطني مثلا رقم 45 الرابط بين المسيلة وبوسعادة، كذلك الطريق الوطني رقم 40 في شقه الرابط بين المسيلة ومقراء، في شقه الرابط كذلك ما بين سيدي عيسى والمسيلة، كذلك الطريق الوطني الرابط رقم 8 الرابط بين سيدي عيسى وبوسعادة، كذلك المحور الطريق الوطني الرابط بين بوسعادة وبنصرور اللي كذلك يشهد إحصائيات سجلت بها بعض الحوادث المرور المميتة. هذه الجهود كل الرامية إلى أجل التحكم أكثر في ظاهرة حوادث المرور والتقليل منها. ألفا دبرافو عندك فيال دو مارك رونو سينيك بلانش ماتريكي لي 28-97 فيرفو عدم احترام إشارة قف احترام إشارة قف بيارسي شكشك عندك دوبل كاربين فونك يون عدم احترام إشارة قف نسير في الطريق نمشي في الطريق نورمال، ومن بعد كنت انا نحكي في التليفون، بعد كنت نهضر في التليفون ولحقت لقيت البراج فيكسي تاع جدرمية حبسوني قال لي عندك مخالفه كنت تهضر بالتليفون، وانا قلت له لا ما كنتش نحكي بالتليفون، قال لي عندي دليل بلي كنت تحكي بالتليفون، قال لي عطاني الماتريكيل والوقت الساعه بالضبط اللي كنت نحكي فيها في التليفون. ومن بعد قلت له حبيت نعرف كيف يعني كانت الاتصال هذا، قال لي كان عندنا سياره مموهه من طرف الدرك الوطني يتم تخدم لا لا على كشف الهاتف نقال في الطريق، وهذا سيستم ليه كما نقولوا هنا يحافظ على السلامه المروريه في الطريق. كابت اخويا انا نقول لهم يتجنبوا استعمال هاتف النقال في الطريق والحفاظ على السلامه المروريه كنت ارتكبت مخالفة تمام مركز ستوب. وبعد كان طوموبيلات سيفيل وشافوني هو مخالفة اللي درتها. كمان حاجة هذه حاجة مليحة. تسمى شو تساعد فينا هكذاك ما بقاوش حتى نشوفوا الباراج ولا جدرمية أقدر رسبكتوا الكود هم رسبكتوا الكود وتقول باللي كان واحد يعسك وزيدوا كانت تكون في الليلة هذه تجي مليحة. نقول لهم يحترموا قوانين المرور تاني في لافيتاس باش عندنا طريق ماشي مليحة ودوك يحترموا باش يقلوا من الآخر أخفضوا من حوادث المرور. مبدأ العمل أساسا بهذا السيارات المموهة هو أنه يكون نسبق التشكيل الرسمي أو السد الثابت للدرك الوطني سيارات وعربات مموهة تعاين
المخالفات المرورية من الحركة ومن الثبات، اختصر العمل تاع المخالفات، المناورات الخطيرة، التجاوز الخطير، عدم وضع حزام الأمن، عدم احترام إشارة المرور المختلفة. هذه الجهود بطبيعة الحال تبقى دائمة متواصلة بشكل يومي من أجل كذلك للأسف وقف هذا النزيف في أرواح المواطنين. لذلك هناك تشكيل عدد لا محدود من السيارات، هذه يتغير بطبيعة الحال، يتغير بصفة دورية، سواء صنف الدراجات أو صنف السيارات. العمل هذا موجه من أجل كذلك لأن المواطن يكون يحس إحساس عنده باللي كاينه رقابة مستمرة على جميع المحاور، حيث سجلنا كذلك ارتياح في بعض النتائج، وإن كان بعض المحاور اللي كانت تشهد شهريا على الأقل 3-4 حوادث، الساعة هذه راهم نقصت إلى حادث والله ما كانش خلاص.